بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومشاهدي تلغراف مصر في كل مكان، اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. مدرب الكرة دلوقتي في كل نادي بقى عامل زي المدرس، بقى عامل زي الدكتور في الجامعة، زي الاب في البيت، يعني بيبقى ملم باحوال كل اللعيبة اللي عنده تقريبا، وبيشارك كمان مع الاب ومع الاسرة في التربية. النهاردة منتخب السويس فقد لعيب ذو خلق، لعيب كان حريف، كان له مستقبل بصراحة بيتنبأ له المدربين اللي احنا بيشرفنا اللي احنا نستضيف حد منهم معانا النهاردة، بيتنبؤوا له اللي هو ان شاء الله في مركزه كان هيبقى حاجة بشوية شغل زي ما هم بيقولوا، ان شاء الله كان هيبقى له مكانة كويسة ان شاء الله في الملاعب الفترة اللي جاية. هنلتقي مع الكابتن ايمن قطة. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. حضرتك اتكلمنا شوية عن المرحوم. والله الاول طبعا تعزينا لاهل السويس كلها طبعا، ولمجلس ادارة نادي منتخب السويس واهل النوبة طبعا بالاخص في الفقيد فارس. والله لو اتكلمت على فارس، يعني انت حضرتك شايف العزاء وكنت شايف الجنازه النهارده، يعني حاجه الناس كلها موجوده، كبير وصغير واصحابه في كل مكان في نادي منتخب السويس وفي برضه في المنطقه بتاعته، فكان العزاء حاجه يعني بجد حاجه تحزن، بس برضه ما يعني يغلاش على اللي خلقه. والله هو كان انسان مؤدب جدا وما بتسمعلوش صوت، مركز في التمرين فعلا زي ما حضرتك قلت، كنا احنا متنبأ له بمستوى ومستقبل كبير بشغل واجتهاد، وهو كان لسه صغير، يعني هو زي شيكا برضو اللي يعرفه، كان دماغه كلها كوره بالبلدي، يعني كان كل دماغه كلها كوره، فكنا احنا يعني متنبئين انه يبقى مستقبل النادي الفتره الجايه، لك الله يرحمه ويصبر اهله طبعا. الله يرحمه. حضرتك طبعا كأي اب، مش هنقول كأي مدرب، كنت قريب من شيكا الله يرحمه، يعني كان سلوكه ايه، نظامه ايه؟ والله هو شيكا جانا الموسم اللي فات من قريه عامر شهر واحد، يعني كنا احنا شايفينه طبعا لما لعبنا قدامهم لعيب كويس، ليه مميزات، عنده حلول في الملعب، فقدرنا ان شاء الله قدرنا الحمد لله نجيبه عندنا النادي، وقلنا نشتغل عليه، قعد معانا فتره وبتاعت الدوري وكمل معانا بطوله كاس مصر، قدرنا الحمد لله ناخدها، وكنا شايفين ان هو جاي، يعني هو محتاج شويه شغل ومجهود وتعب، وهو كان عنده، يعني هو كان عنده الاستعداد لانه مركز في التمرين، يعني حياته كلها حتى التمرين كنا احنا بنقول له انا والكابتن حسام هنتكلم عايزين نسمع صوتك اتكلم، لكن هو كان مركز في التمرين وحياته كانت كلها في التمرين. والله حتى بالصدفه برده امبارح كان عندنا مباراه، يعني لعب حوالي 25 دقيقه 20 دقيقه مباراه مع الفريق 2010 في النادي، مباراه وديه، وحتى كان كويس وملفت، انا والكابتن حسام خدنا بالنا ان هو كان حتى كان واضح، حتى فهو حتى بعد ما طلعناه قلت له شيكا ما تمشيش عايزينك، وفعلا خلص التمرين الماتش وجالنا انا والكابتن حسام، يا كابتن قلنا له شيكا انت كنت كويس النهارده، عايزينك تثبت على كده، عايزينك تكمل على كده، بس كل كويس، اتمرن كويس، اقف على رجلك هتلاقي الكره ماشيه معاك ومطوعاك وبتعمل اللي انت عايزه. حتى كان مبسوط، واحنا فعلا كنا الله يرحمه كنا مبسوطين قوي، يعني انا والكابتن حسام ماشيين قعدنا نتكلم عليه كتير ان هو ده الشيكا اللي احنا عارفينه. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. كابتن حسام اهلا بحضرتك. اهلا بيك. شيكا كان بيلعب في انهي مركز وايه اهميه المركز اللي كان بيلعب؟ هو شيكا الاول طبعا بعزي اهله واقول لهم يعني ربنا يصبرهم ويعني الحمد لله على كل حاجه طبعا، لكن بالنسبه لشيكا طبعا هو لعيب بيلعب في نص الملعب تمام، هو لعيب مجتهد، لعيب كوره طبعا، هو في البدايه لما جالنا في شهر واحد السنه اللي فاتت طبعا يعني كان من اختيار لينا انا وكابتن ايمن، جبناه من فرقه قريه عامر، فكان يعني لعيب كويس بس الله يرحمه يعني، فطبعا مع بدايه الموسم ابتدى معانا كويس قوي، وكان بلغه الكوره دايس في التمرين اللي هو انا موجود معاكم السنه دي، فيعني والله النهارده امبارح كان اول ماتش ودي مع 2010 زي ما كابتن ايمن قال، كان كويس قوي، كان ملفت لينا وكان كنا فرحانين جدا واحنا بره، فيا دوبك هو لعب من 20 ل 25 دقيقه بالفعل، فبعد ما خلصنا نادينا انا وكابتن ايمن وفضلنا نتكلم معاه كنوع من التحفيز وتاهيل نفسيا يعني، طبعا هو كان يعني ماشي مبسوط واحنا فعلا كنا مبسوطين، بس يعني الحمد لله يعني هو
راح في مكان احسن قدر الله، فالحمد لله والحمد لله على كل حال يا رب. طب وهو بيلعب يعني حضرتك كنت بتقول بيلعب امبارح وهو توفى امبارح تقريبا، هو بيلعب بره بيلعب كان بيلعب، طب ما كانش باين عليه ظاهر عليه اي حاجه يعني بالوضع اللي حضراتكم بتقولوه ده، يعني كان متالق وكان كويس يعني كان في كامل لياقته بالظبط بالظبط يعني هو لا طالع من الملعب يعني زي الفل، الدليل ان احنا كنا بنهزر وبنضحك مع بعض والامور كانت احسن حاجه، بس طبعا هو نصيب يعني احنا يعني لغايه اللحظه اللي احنا معاك فيها يعني احنا مش مصدقين بجد مش مصدقين، بس هو نصيب يعني والبقاء لله. فهو بعد ما خلص نزل ظهر راح يلعب مع اصحابه فتعب يعني هو مع اصحابه في الشارع، فقدروا نصيبه يعني مش هنقول اكتر من كده، وربنا يرحمه ويغفر له ويحسن اليه ويصبر اهله ووالده ووالدته، ربنا يصبرهم يا رب وتعدي الايام دي على خير والحمد لله على كل حال الحمد لله. كابتن ايمن، الواقعه بتاعت المرحوم شيكا بتاكد او بتشير لحاجه؟ يعني انا اعلم ان المدربين دايما في الانديه وخاصه عندكم في منتخب السويس بينبهوا على اللعيبه ما تلعبش بره، انت بتيجي تمرينك بتيجي ماتشاتك خاصه اللي احنا في فتره الاعداد ما تلعبش بره، ما ترهقش نفسك، ما تاكلش حاجه من بره، نام كويس، اعمل كويس، دي يعني هل دي هتتطلب في الفتره اللي جايه اللي احنا ناكد على الكلام ده ولا هنعمل؟ والله زي ما حضرتك بتقول ده كلام مهم قوي، واحنا مش هقول لك من امبارح او اول امبارح، من اول يوم ما بدانا التمرين انا والكابتن حسام ركزنا على النقطه دي، لازم تنام بدري، تاكل كويس، الفتره دي تعب، الفتره دي محتاجه مجهود، محتاجه تركيز، محتاج تريح جسمك كويس. وفعلا احنا بقالنا من يعني من اول ما مسكنا الفرقه بلاش لعب الشارع، بلاش، حتى كابتن علاء رئيس القطاع وكابتن ياسم كانوا مؤكدين على حته بلاش لعب دورات، لان انت بتتمرن تمرين في جهد بتلعب بالليل غير انك ممكن تمشي في الشارع. ايه الله يرحمه ده نصيب وقدر، بس انا بقول برضو يعني لازم ولي الامر ومعانا احنا في البيت يعرف الولد يومه ايه، بيمشي ازاي، بينام ايه. انا عارف ان الولد بتسهر دلوقتي، بس برضو يحاول واحده واحده ان هو ينام بدري، لو ما بينام ثلاثه ينام اثنين، يوم تاني ينام واحده، النوم بدري لعيب الكوره لانه في مجهود وفي تعب ومع الاكل مع 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 الكلام ده كله طبعا بيفرق مع الولد. فطبعا انا باكد على كلام حضرتك، طبعا ده كلام مهم جدا 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 جدا، والله يرحمه ويصبر اهله طبعا. الله يرحمه. كابتن حسام، نادي منتخب السويس في الموسم ده وفي الموسم اللي فات بقى له كذا موسم مركز على الناشئين، تمام، وما بيختارش اللعيبه بس، لا ده بيختار اللعيب المحترم واللعيب في نفس الوقت. والله بصوا احنا بقالنا فعلا كام سنه، يعني كام سنه اللي فاتوا مع كابتن علاء منير رئيس القطاع وكابتن ياسر السيد مدير فني القطاع، طبعا احنا مركزين جامد جدا مع كل الفرق، تمام، في اختيارنا للعيبه، ان اول حاجه الادب، الاخلاق، الاحترام، طبعا هو ده رقم واحد اللي بيعلي لعيب الكوره. يعني بص هو ما ينفعش ان انا مثلا ابقى لعيب كوره وابقى لي الادب، ما بحترمش حد، بسهر، ما بنامش كويس، الكلام ده ما ينفعش. فاحنا طبعا مركزين الفتره اللي فاتت طبعا بدعم من رئيس النادي ومجلس الاداره والقطاع بصفه عامه، مركزين على الجزئيه دي والحمد لله. يعني بدليل مثلا يعني واحد زي الله يرحمه شيكا من افضل الناس في الفرقه المحترمه والمؤدبه واللي بنشهد له بالكلام ده، تمام، بنشهد له بالاحترام، بس الله يرحمه يعني وربنا يصبر اهله، وكل تعزينا لاهله واهل السويس واهل النوبه جميعا، والحمد لله على كل حاجه.